رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد باذن الله تعالى. طبعا بنمر بعدم استقرار في حاله الطقس وفي درجات الحراره، بنشوف ارتفاع وانخفاض خلال اليوم في درجات الحراره في كافه المحافظات، وعشان كده لازم نطمن اكتر على حاله الجو من دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير دكتور احمد. طيب دكتور احمد واضح ان هو لسه مش معانا على الاتصال. طب دكتور احمد معانا، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور. يعني بنمر بتقلبات مناخيه وناس كتير مش عارفه حتى تحدد نمط ارتداء الملابس يكون ازاي، هل نخفف من الملابس ولا ننتقل؟ اخبار الجو خلال الفتره القادمه ان شاء الله ايه؟ يعني احنا في فصل الخريف، ودي سمات فصل الخريف ان بيبقى في النهار دافي لكن بالليل بيبقى بارد، فطبعا اللي بيرجع في وقت متاخر من الليل او من الصباح باكي لازم يبقى معاه جاكيت خاصة على أماكن الساحلية. عموما إحنا درجات حرارة على مستوى الجمهورية كلها تعتبر لطيفة جدا، يعني حتى الفروق ما بين الشمال والجنوب ما بتزيدش عن 4 درجات، ده دليل على تحسن أحوال الجوية. شبورة مائية في الصباح الباكر، أمطار على السواحل الشمالية بالكامل سواء الشمالية الشرقية أو الغربية، أيضا على محافظات الوجه البحري. حابين برضه نطمن على حركه الملاحه يا فندم في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط يا دكتور. يعني احنا بالنسبه انا عندي الرياح خفيفه على كل من البحرين، وبالتالي كل من البحرين الابيض والاحمر قابلين لنشاط اعمال الملاحه البحريه. وقت كثافه الشبوره اللي بتبقى فيه في قمه ذروتها يا دكتور امتى؟ عشان يعني بتبقى ذروتها في حوالين طلوع الشمس ما بين الساعه 6 والسابعه ونص او الثامنه، على الساعه 9 ان شاء الله بتكون اتشددت. النصيحة اللي ممكن تقدمها للمواطنين في ظل هذه التقلبات الجوية أو فصل الخريف بشكل عام يا دكتور؟ طبعا أهم حاجة السائق السائقين على الطرق توخي أقصى درجات الحذر، تطبيق تعليمات بكل دقة خاصة لسائقي سيارات المدارس والحضانات حفاظا على أولادنا. نعم. وبالذات كمان أيضا الأماكن اللي بيكون فيها أمطار يعني تبقى الأرض زلقة، فيعني يتوخى الأقصى الحذر ويقلل سرعته جدا عشان السلامة للجميع. نعم. اتفضل يا عصام. بنشكرك جدا دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه، طمنا يمكن لها بشكل مفصل عن حاله الطقس. الحقيقه عجبني تعليق امبارح على الموقع السوشيال ميديا، ناس بتوصف الحاله بتاعه الطقس دلوقتي، بيقول لك احنا دلوقتي ما بين قوسين، القوسين دول البرد، وفي فتره الظهيره دي اللي هي الحر بقى اللي احنا يعني الناس كلها بتتحر فيها. فده احنا بناكد على حضراتكم يعني بنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره في الساعات الاولى والصباح واحنا رايحين الشغل بتاعنا، والاطفال وهم رايحين المدارس والطلبه والطالبات، وفترة الظهيرة بنشهد برضو ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. بتيجي بعد كده بترجع حالة الانخفاض تقريبا ما بعد المغرب او ما بعد العشاء حتى الساعات المتأخرة من هذا الليل، فاحنا نحاول زي ما بقول كده نتكيف مع هذا الجو، ما ينفعش ان احنا نلبس تقيل قوي وبرضو نعرق في الظهر وبعد كده ندخل في مناطق ما انت ممكن تكون في الشارع عرقان عشان متقل، بعد كده بتدخل البيت بيبقى فيه درجة شوية من الرطوبة فتتعب، وكذلك العكس بتبقى دافيان الصبح وبعد كده بتخرج للهواء على طول فممكن تتعب. فعشان كده احنا ممكن نقول لحضراتكم النصيحة المهمة جدا جدا جدا، وانت خارج الصبح كوباية المية. زمايلي في الاستوديو هم بيرددوها الحمد لله حفظوا الموضوع، عايزين حضراتكم نحفظ هذا الموضوع لان ده في غاية الاهمية. كوباية المية الفترة اللي هي من الحنفية اللي هي لا ساقعة ولا سخنة، ليه المية دي؟ عشان بتكيف جسم الانسان على درجة الحرارة، زي ما بيقولوا كده بتعمل حائط صدي كده وانت بتاخد تيار الهواء وانت طالع الصبح، فبالتالي ما بيجيلكش احتقان وما بيجيلكش برد، والف طبعا مليون سلامة على حضراتكم. يمكن يا عاصم فصل الخريف من الفصول المحيرة جدا بالنسبة للناس كلها، ولكن خلينا نأكد ان هو من اخطر الفصول اللي بنمر بيها خلال السنة. فصل الخريف من الفصول اللي بتنتشر فيها العدوى والإصابات بكتير من الـ 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 الإصابات والأمراض الفيروسية وأمراض البرد. طبعا الناس كمان اللي عندها جيوب أنفية أو مشاكل في حساسية الجيوب الأنفية والصدرية يخلوا بالهم جدا من التوقيت ده، لأن بتزداد الإصابة أكتر أو بتزداد أعراض عندهم البرد والاحتقان في المناطق الخاصة بالجيوب الأنفية والصدر. التغذية السليمة مهمة جدا جدا خلال الفترة دي بالنسبة للأطفال اللي بينزلوا للمدارس في الصباح الباكر، بقى فيه انخفاض في درجة الحرارة، وسط اليوم بتبدا الجو يبقى حر اكتر، لازم نهتم بتغذيتهم السليمة، ياخدوا معاهم يعني جزء من العصائر الفريش، وايضا المية مهمة قوي في هذا التوقيت، وربنا يا رب يسلمنا جميعا ويحفظنا ويكون عندنا كده يعني ثقافة ان احنا نقوي مناعتنا اكتر واكتر ضد الامراض المختلفة. ما قالت حاجة جميلة، العصائر الفريش، لان في ناس
ناس كتير جدا من اولياء الامور لما نقول لهم ادوا عصير لاولادكم بيجروا على الاكشاك ويجيبوا العصاير المعلبه وبيفرحوا قوي، ده ابن شرب ازازتين عصير. لا اطلاقا على فكره، ده مضر اكتر ما هي نافع. العصير الفريش لما تعمله حضرتك موز باللبن كده الصبح وهو خارج، عصير برتقال فريش، عصير ليمون فريش، الحاجات اللي هي الجميله اللي فيها كميه كبيره جدا من الكالسيوم وبتزود مناعه الجسم عشان يقدر الطفل يبقى عنده طاقه ويستوعب كميه كبيره جدا من الدروس ويكون اليوم الدراسي بتاعه حافل بالعلم والمعرفه. نتمنى يا رب دائما ان كل اوقاتكم تكون سعيده وجوكم يكون لطيف. تعالوا مع بعض ناخد جوله اخباريه في اهم الاخبار اللي صدرت صحف هذا اليوم. اول خبر مع زميلتي ما. اول خبر بعنوان تحويل منتدى شباب العالم الى منصه كبرى للحوار بين الشباب. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته أمس في ختام حفل منتدى شباب العالم 2018، وتناولت مجموعة من القرارات التي تصدرها بناء على مناقشات خلال جلسة المنتدى، وذلك عقب ترحيبه بالحضور والرئيس السوداني عمر البشير. هذا وقد اختتمت في شرم الشيخ فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، وذلك بحضور 5000 شاب يمثلون أكثر من 140 دولة وعدد من الرؤساء أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عبد عباس والسوداني عمر البشير وبعض المفكرين والكتاب والخبراء والقادة الرأي. وعلى مدار 4 أيام عقدت 32 جلسة نقاش حول ملفات عدة أبرزها السلام والإرهاب وفرص العمل والأمن المائي والتنمية المستدامة وتمكين ذوي الهمم وتطوير العمل الرقمي ودور الشركات الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي. معنا على الهاتف الأستاذة الدكتورة، طيب لحد ما رجع لنا الدكتوره يمن حماقي الخبير الاقتصادي، عايز اقول لحضراتكم من الناحيه الاقتصاديه والمحاور اللي تم مناقشتها خلال هذا المنتدى العالمي واللي اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تدشين العديد من الشركات الخاصه بالبرمجيات والمعنيه بالتكنولوجيا، واعتقد نقله نوعيه في المجتمع المصري لان احنا محتاجين مثل هذه الشركات تبقى موجوده. كمان عايز اقول لحضراتكم ان لما يكون عندنا شركات خاصه بالتكنولوجيا ده بيقلل من قيمه التكنولوجيا من سعرها، يعني بيزود طبعا من قيمه المعرفه والتكنولوجيا لكن بيقلل من القيمه الخاصه بسعر التكنولوجيا، فبالتالي نقدر نزود عدد المستخدمين، نقدر كمان نحدث حاله من الطفره التكنولوجيه في البرامج المختلفه. ويمكن شفنا قد ايه العديد من الشباب المشارك المعنيين بهذا الشان، وتم تكريم بالامس يمكن احد هؤلاء الشباب الخاصين بالبرمجه والسوفت وير والتكنولوجيا بشكل عام. نتمنى رب التوفيق في مثل هذه المنتديات اللي بتطرح العديد من القضايا الاقتصاديه الهامه اللي تعود على الاقتصاد القومي المصري بكل ما هو افضل. ننتقل لخبر اخر مشاهدينا بعنوان الزراعه تنسق مع التموين والصحه لمراقبه منتجات اللحوم بالاسواق. تواصل الهيئه العامه للخدمات البيطريه بوزاره الزراعه بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات ومباحث التموين ومديريتها والصحه بمختلف المحافظات، تواصل حمله موسعه لمتابعه تداول اللحوم والدواجن والاسماك بالاسواق، وذلك والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وذلك ضمن الخطه القوميه لمتابعه تداول المنتجات الغذائيه ذات الاصل الحيواني. مزيد من التفاصيل معنا الهاتف الدكتور حسن الجعويني رئيس الاداره المركزيه للمجازر والصحه العام. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. مرحبا بحضرتك وبكل مشاهدي قناه مصر الزراعيه. دايما بنؤكد على دور الاجهزه الرقابيه والاجهزه المعنيه بشكل كبير جدا خاصه في منتجات اللحوم، شايف هذا الدور اهميته ايه والتنسيق بين التموين والصحه في هذا الشان؟ بدايه بؤكد لكل الشعب المصري ان توجيهات معالي رئيس الوزراء بتشديد الرقابة وتكثيفها على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، فضلا عن التأكيد الحثيث على المرور على محلات بيع الأطعمة والمنتجات الغذائية المعبأة. الأمر ده تحت عين الأجهزة الرقابية في الدولة متمثل في الهيئة العامة للخدمات البيطرية من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم، مديريات الطب البيطري بشتى محافظات مصر من خلال اطباء التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع الساده مباحث التموين والرقابه التموينيه بكل محافظات مصر. وبنؤكد على ان ده بيكون على مدار الساعه طوال ايام الاسبوع. تمام. الامر ده نتج عنه في خلال 9 أشهر فقط من يناير حتى سبتمبر 2018 عن عمل 6807 محضر لكل من سولت له نفسه بغش المواطن المصري او بيع منتجات غير صالحه للاستهلاك الادمي او تداول منتجات بالمخالفه للقوانين والقوات الوزاريه اللي بتنظم اعمال تداول هذه المنتجات.
منها محاضر صالحه لاستهلاك الاداء، لمحاضر لمضبوطات صالحه للاستهلاك الادمي ومحاضر لمضبوطات غير صالحه للاستهلاك الادمي. تجاوزت هذه المحاضر اكثر من 2000 المضبوطات دي اكثر من 2000 طن مضبوطات. تمام. بنؤكد ان احنا دي كانت طرحت في الاسواق ولا قبل ما تطرح يا دكتور؟ في حاجات من تم ضبطها في اماكن تصنيعها، في اماكن تم ضبطها في اماكن تعبئتها، في محاضر لاماكن تم اثناء التعبئه. تمام. وفي اثناء التداول باسواق، وفي منها داخل مطاعم. لكن بنؤكد ان احنا عايزين دايما يكون الضبط في المنبع يا دكتور حفاظا على صحه المواطن. الضبط في كل مراحله. تمام. انت احنا بنضبط في المصانع، بنضبط في المجازر اللي بتخالف اللي تحت السلم، بنضبط في اثناء التداول، بنضبط حتى ساعه العرض. تمام. لان ممكن يتم العرض لو كان المراحل اللي قبلها داخل شقه وانت ما عرفتش، انت ما بتسيبش المواطن خارج الحراسه. فاحنا بنعمل له الحراسه دي في كل مراحل الانتاج وفي كل مراحل تتبع المنتج قبل ان يصل للمستهلك. نعم. دكتور حسن، خليني استفسر من حضرتك عن جزئيه مهمه جدا. اللحوم اللي بيتم ضبطها الغير صالحه للاستهلاك الادمي، التعامل معها بيكون ازاي؟ بيتعمل فيها ايه؟ المضبوطات الغير صالحه للاستهلاك الادمي حتى الان بينظمها قرار صادر من معالي وزير الزراعه. نعم. اذا كانت المضبوطات غير صالحه بتعرض على النيابه العامه وبيتم تنفيذ قرار النيابه العامه، لو قرار النيابه العامه صدر بالاعدام لازم المضبوطات دي يتم اعدامها باحد طريقتين، اما بالدفن الصحي او داخل محرقه صديقه للبيئه. وان كنا بنشرع في الوقت الحالي ان احنا نسعى زي ما بنعمل داخل المجازر في المنتجات اللي احنا بنخرجها من مخلفات المجازر، في حاجه الوقت اسمها وحدات تدوير المخلفات، بتشتغل عند من 150 ل 170 درجه مئويه عند 2 بار ضغط جوي لمده من 5 لـ 7 ساعات، ده بيقتل كل انواع البكتيريا وكل انواع الفيروسات وبيطلع منتج امن. ولكن تنظيما للقرار الوزاري اللي بينظم اعمال المخلفات بيتم اخذ عينات ويتم فحصها في المعامل المعتمده لوزاره الزراعه، وحسب ثبوت صلاحيه المنتج بيتم اخذه لتغذيه، اذا كان ينفع لتغذيه الاسماك للاسماك، واذا كان منتج ينفع لصناعه اكل للكلاب والقطط. هيكون ده منهج داخل مصر، ان مصر بتصرف فلوس كبيره من خلال الموردين لاغذيه الكلاب والقطط. صحيح. احنا بنامل يكون ده تصنيعه من داخل مصر. تمام. طيب حابين برضو عشان المشاهد الكريم اللي بيشوفنا يستفاد يا دكتور يعرف يفرق، ازاي نقدر نفرق ما بين اللحمه السليمه، اللحمه المصرح بيها، اللحمه اللي احنا ممكن نقدر ناكلها، واللحمه المضروبه زي ما بيقولوا او اللحمه البايظه؟ المواطن ما يجتهدش مع نص، النص عندي بيقول اذا كانت لحوم مذبوحه داخل المجازر لازم ختم. يبقى لازم يتعامل مع اختام المجازر على اللحوم على لحوم المجازر. يبقى انا عندي ختم مربع عليه اسم المحافظه، عليه رقم كودي خاص بيها ورمز، عليه علامه سريه، عليه يوم مرقم بيوم في يوم الذبح، عليه اسم المجزر وعليه اسم المحافظه بتاعته. ده موجود دلوقتي معانا على الشاشه وبنوريه للساده المشاهدين، ولكن في علامات جذريه يا دكتور بحيث المواطن اذا لم يتسنى ليه ان هو يشوف هذا الختم، هل علامات مثلا تبقى ملحوظه على اللحمه؟ لحوم مختومه او لحوم اذا كانت معباه عليها بطاقه بيانات، غير كده المواطن ما يشتريش. تمام. يعني قصدك اللحوم يكون مصادر موثوق منها، يعني من الاخر كده يا فندم، كلمه موثوق منه بالنسبه لي الثقه في الختم وفي بطاقه البيانات، غير كده مفيش ثقه. الفني هو الجهه الوحيده اللي يقدر يجزم بصلاحيه اللحوم من عدمه، اما المواطن تمام العادي ما يقدرش يجزم بصلاحيه اللحوم من عدمه مهما كان شكلها، فلازم يكون الثقه معاه يتعامل مع الختم اللي خارج من المجازر اللي بتقول ان اللحوم دي صالحه للاستهلاك الادمي، او لحوم معباه عليها بطاقه بيانات وعليها تاريخ صلاحيه، عليها عنوان المنشاه اللي طلعت، والقرار الوزاري اللي نظم بيه ده، ويكون عنده ترخيص من وزاره التجاره والصناعه بالتعبئه والتجهيز. ده اللي بينظمه القرارات الوزاريه داخل مصر وبتنظمه القوانين المصريه. تمام. بنشكر حضرتك جدا الاستاذ دكتور حسن الجعوان رئيس الاداره المركزيه للمجازر والصحه العامه. يمكن الدكتور حسن ما لخص الموضوع كله، حضرتك وانت راح تشتري لحمه خلي الجزار يوديك يوريك الذبيحه اللي موجود عليها الختم، مش عيب ولا حرام، انت هتقول يا فندم طالب الذبيحه اللي موجود عليها الختم. حضرتك بتشتري لحمه مجمده او لحمه مغلفه لازم يكون عليها بطاقه البيانات زي ما قال الدكتور، يعني مدون عليها القرار الوزاري بتاع الوزاره، مدون عليها التاريخ ومصدر هذه اللحمه او المعلومات الخاصه بهذه اللحمه، غير كده حاولوا تتجنبوا
تتجنبوا شراء اي لحوم اخرى يعني عشان صحه حضرتك. خصوصا يا عاصم ان اللحوم من اكتر المنتجات لو يعني للحظه كده فيها نسبه من التلف او الفساد بتبقى كارثه بالنسبه لصحه الانسان. صحيح. عشان كده ضروري جدا اللي بينزل يشتري لحمه او فراخ او اسماك يتاكد من سلامه هذه المنتجات من اللحوم، سواء كانت لحوم حمراء او لحوم بيضاء، علشان نحافظ على سلامتنا، لان مشاكلها بتبقى كتيره جدا جدا جدا. وبشكل عام مهم قوي ان احنا يبقى عندنا ثقافه ان احنا نعرف نشتري المنتج ازاي. انا بنزل اشتري مش بس ادور على السعر الاقل وابقى عايزه اجيب المنتج، لا مش شرط عشان الحاجه سعرها قليل فهتبقى كده كويسه، بالعكس ممكن تكون سعرها نازل لان هي فيها اصابه معينه، فيها مشكله يعني غذائيه معينه، لازم نخلي بالنا من الجزئيه دي، وخصوصا لو الطعام خاص باللحوم مره ثانيه نتاكد كويس قوي ان الختم موجود على اللحوم، او لو لحوم حتى معبأه لازم يكون في تاريخ صلاحيه مدون على العبوه. صحيح. طيب. نروح مع حضراتكم دلوقتي لاخر خبر معانا بعنوان 30,000 فدان زيتون باستثمارات اسبانيه. تشارك شركه الريف المصري الجديد المسؤوله عن تنفيذ واداره مشروع استصلاح وتنميه 1.5 مليون فدان في المهرجان الدولي الرابع للتمور المصريه بسيوه، والذي يعقد اليوم ويستمر 3 ايام تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكد المهندس عاطف حنوره رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب انه من المقرر ان تقوم الشركة بتوقيع اتفاقية على هامش المهرجان مع استثمار اسباني مصري، وذلك للحصول على قطعة ارض بمساحة 30,000 فدان لزراعة الزيتون واقامة مصنع لاستخلاص زيت الزيتون. طيب نعرف تفاصيل اكتر معنا على هاتف الاستاذ ايهاب موسى مؤسس ائتلاف السياحة. برحب بيك يا ايهاب وتحياتي لحضرتك. استاذ ايهاب. ايوه. طب صباح الخير، ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام. طيب قبل ما ندخل بس عن الخبر احب اتكلم عن صدى منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه وتحديدا على قطاع السياحه، وحضرتك يعني مؤسس ائتلاف السياحه فاعتقد هتدينا معلومات زي ما بيقولوا كده من جوه. طمنا يا فندم ده تاثيره ممكن يكون ايه؟ لا هو طبعا حضرتك لما تلاقي قدامك شباب انت متوقع ان هو السمعه اللي كانت موجوده واللي عاملين لها اعداء يعني او قوى الشر على مصر بتقول انه الناس مش بتتكلم، الناس مقهوره، الناس مش عارف، يجي يلاقي ناس بتتكلم بلغات مختلفه ب 34 لغه على الاقل، وناس مثقفه وعلى درجه عاليه من الثقافه، ووجود الرئيس بتاعهم وبيتكلموا بكل حريه وبيشرحوا كل ادق تفاصيل مصر، الرئيس بتاعهم بيكلمهم في ادق التفاصيل في حاجات ممكن حتى تكون صعبه بالنسبه لهم بمنتهى الصراحه قدام العالم كله، والناس بتستقبل الكلام ده ايجابيا او سلبيا مفيش اي مشاكل. يعني ده الجو الديمقراطي 100% قدام الناس. هنا احنا انت بتحط يعني صوره كامله لمصر والحياه السياسيه في مصر والحياه الاجتماعيه في مصر قدام العالم كله، ده مش قدام العالم، ده مش شاشات التلفزيون، يعني ملايين بتشوفك. صحيح. ولا مليارات بتشوفك. صحيح. لا وقنوات يا فندم عالميه وسائل اعلام عالميه بتغطي المنتدى. صحيح. طبعا. والاسلوب يعني المره دي المنتدى كان صريح يعني فوق الطبيعي. يعني حتى اول مره يذكر اسماء دول كده يعني الدوله دي مش هتكون تاني. ما فيش حد وكده. فيعني فكان في منتهى الصراحه ومنتهى الشرفيه، وكان في امثله وفي حاجات بالاسماء. في حاجات حتى عندنا يعني اول مره يقول الرئيس السيسي اول مره يقول ثوره يناير كانت حاجه صح، بس اخطانا الهدف واخطانا الوسيله كانت غلط، يعني عملنا اسلوب كان خاطئ فالنتيجه كانت مش مظبوطه. يعني اول مره. طيب التاثير ده على الموسم الشتوي يا ذهاب ممكن يكون ايه بقى؟ السياحه بقى، بنتكلم على السياحه، انا لسه ما اتكلمتش على السياحه، انت سالتني بعيد عن السياحه كلها. نعم. السياحه الكلام ده كله يعني عايز اقول لك مبهر للسياحه. صحيح. بيلاقوا الكلام ده العدد ده كله بيتكلم بمنتهى الحريه، يعني ايه يعني منتهى الحريه؟ يعني ايه سياحه؟ سياحه يعني ناس بتتعامل مع الانسان مع البشر بغض النظر عن جنسه او دينه او لونه، بتتعامل مع الانسان. نعم. استاذ ايهاب بتتعامل الانسان نفسه. خليني اسال حضرتك عن يعني اختيار مدينه شرم الشيخ بالتحديد لاستضافه منتدى شباب العالم، قد ايه ده كان اختيار ذكي جدا وبيدعم السياحه وايضا الاقتصاد المصري بشكل كبير؟ مدينه السلام. طبعا.
طبعا مدينه السلام اللي كانت وصلت لوقت من الاوقات انها كانت بتنافس منتدى دافوس وكامب ديفيد وكل الاماكن اللي كانت في العالم بيتم فيها المفاوضات وبيتم فيها المؤتمرات. كانت وصلت لانها يعني من افضل الاماكن في العالم لسياحه المؤتمرات. للاسف انه بعد انحصار السياحه الثمان سنوات اللي فاتوا اللي حصل انه كل الاماكن تقريبا النهارده انا كلمتك على ثلاث شهور على امبارح او النهارده كل الاماكن في مصر الفنادق 100% ما عدا شرم الشيخ. ما شاء الله. فلازم شرم الشيخ كانت ترجع تاني. فاحنا الرئيس الحمد لله بيحاول ان هو يعمل مؤتمراته فيها يحاول يرجعها مره ثانيه. النهارده الروس ابتدوا يرجعوا فانا شايف انه كله هيبتدي يرجع وشرم الشيخ هتعود لوضعها السابق ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. بنشكر حضرتك جدا الاستاذ ايهاب موسى مؤسس ائتلاف السياحه. نتمنى رب التوفيق للسياحه في مصر خاصه في ظل الخطى الجاده اللي بتسعى عليها الدوله المصريه لاعاده رونق السياحه المصريه للرياده العالميه من جديد. النهارده ان شاء الله مشاهدينا الكرام عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه. فقره هامه هتكون ان شاء الله مع ضيفتي ماها في الفقره الاولى عن سينما الفلاحين وضيفتها فيها الاستاذه سميحه عبد الهادي المخرجه بالمركز القومي للمسرح. فقره ثانيه ان شاء الله تكون مع زميلي عاصم بعنوان اغذيه الشتاء مع دكتوره نهى سعيد استشاري السمنه والنحافه والعلاج الطبيعي. فقره ثالثه ان شاء الله تكون ايضا مع زميلتي مها خاصه بالمسرح والقضايا القريه واعتقد العديد من المحاور المتعلقه بالفن القروي وضيفها فيها الاستاذ دكتور حمدي نوار مؤلف وسيناريست ومخرج مسرحي. نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نلقاكم مره اخرى في برنامج ساعه صبحيه واولى فقرات برنامجنا الحواريه مع زميلتي مها. انتظروها.